مستشار في المنازعات العقارية فئات المعنية بهذه الدورة هما طلبة القانون خريجي كلية الحقوق بصفة عامة محامين والخبراء العقاريين والمختصين في المجال العقاري واللي يحبوا يخدموا في هذا المجال العقاري ويتطوروا فيه. تكون الدورة مختلف في النزاعات اللي تعرض أمام القضاء في المجال العقاري سواء في القسم الجزائي أو المدني أو العقاري أو الإدارة والمحكمة الإدارية. إجراءات تاعها إجراءات باسكو كيكون نزاع دونك يختلف على نزاع آخر، كاين إجراءات في المحكمة الإدارية إجراءات وحدها وفي المحكمة العادية إجراءات وحدها ودونك ونصوص قانونية بما فيها قانون مدني، قانون عقوبات، قانون قوانين خاصة، قانون التنظيم العقاري، قانون التسجيل العقاري، ودونك باسكو أهم النزاعات المطروحة في القضاء كان من الممكن تفاديها كما تعرف سكة البناء كما تاع شهادة حيازة وكسا كان من الممكن يتفادوها الأشخاص اللي لكن يجاهلهم بالمواد المذكورة في القانون اللي تخص هذا المجال يرتكبوا جنحات ويرتكبوا ويطيحوا في إشكال في غير عمل. وثاني ندرسوا الجانب تاع قسمة عقارية منازعات تاع القسمة العقارية لأنه القسمة الودية نفس يديروا قسمة ودية أمامية بين الأطراف بين الورثة هذا القسمة إن ما بعرف بس حتى نديرو تاع قضائية اللي تكون معترف بها جو بريفير دونك الشخص يروح للمستشار العقاري يسقسي قبل ما يدير أي إجراء أي تصرف قانوني خير من اللي يدير تصرف وما يروح للقضاء وفيها إجراءات طول وتكاليف طول تكاليف محامي تكاليف محضر قضائي تكاليف خبير قضائي دونك بريفيرونس يروح للمستشار العقاري. فتح مكتب استشارة عقارية تطلب في السجل التجاري كاين كود اسمه فتح مكتب استشارة ومساعدة. استشارة عقارية لازم يكون على الأقل دارس حقوق ليسونس في الحقوق أو خبير عقاري كما يقولوا يخدم في المجال العقاري بكل تأكيد ولا يكون دارس الحقوق أو حتى المحاماة مكتب المحامين يقدروا يديروا استشارات عقارية. ما من يدرس في المجال التقني من في مجال عقاري يقدر يفتح مكتب استشارات عقارية. هذا الدورة اللي مدتها 3 أيام نديروها بصفة مختصرة من 9 الصباح حتى 5 العشية. ننصح كامل اللي يخدموا في هذا المجال يسجلوا فيها باسكو هي تخيز انتيريسونت وتكتشفوا كامل الثغرات القانونية وكامل النزاعات اللي ممكن تفوت تفادوها والإجراءات لحل هذه النزاعات.